أكيد أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر كان هشا اقتصاديا، وكان له تأثير على الوضع السياسي والاجتماعي. الجزائري وصل إلى حد لا يمكنه أن يصطبر أكثر أو أن يتريث أكثر، لأنه كان يرى بأم عينيه مصير الجزائر يسير إلى مستقبل مجهول. بالفعل المشهد كان ضبابي أو كان رمادي نظرا لهذه الروح التي بثوها لدى الشباب الجزائري ولدى جموع المواطنين الجزائريين، بحيث لم تبقى أي مساحة للتفاؤل. المؤشر السياسي الذي كان يتمثل في الركود السياسي، الخطاب السياسي الذي لا يخاطب المواطن الجزائري، وكان في كثير من الأحيان يستهزئ بالإرادة الشعبية. هذه التراكمات كانت كذلك مرتبطة بطاقم كان يتصرف بشكل يدفع أولا إلى الانفجار. مجموعة من الاحتجاجات ربما سبقت، كانت احتجاجات فئوية مهنية. بالنسبة إلى 22 فيفري هناك تلاحم لكل هذه الفئات في مطلب واحد، هو البحث عن تغيير الجزائر نحو جزائر أحسن. أتصور أن 23 فبراير يشبه إلى حد ما ثورة أول نوفمبر التي جمعت كل المقاومات الشعبية التي حدثت قبلها وتجسدت في هذا الحراك الشعبي، لأن كل الاحتجاجات الاجتماعية التي سبقت 22 فبراير كانت توحي بأن هناك حادث جلل سيحصل في الجزائر، سوف ينهي أو كان سينهي يعني ذلك المسار الأعرج الذي كانت تسير به الجزائر خلال تلك الفترة. يعني كل المؤشرات التي تم تداولها، وطبعا كان هنالك تراكم أو احتقان شعبي يعني بنسبة كبيرة جدا، ممكن جدا أقول أنه كان متوقعا لكن ليس بهذه الحدة. أنا في اعتقادي بأنه 22 فيفري كان فيه صوت واحد للشعب الجزائري، وهو ستوب، توقف، هنا تنتهي مرحلة ويتوجب أن تكون هناك بداية مرحلة جديدة. فيفري كان متوقعا تلك القوة وتلك الهبة الشعبية، وإن كان منتظر أنه الشعب تحت ضغط، أكيد أي ضغط سيولد الانفجار، والانفجار كان سلميا وعن طريق الشارع بمطالب مشروعة سياسيا وحتى من ناحية القانونية. تلاقينا وخرجنا ومشينا يعني في الجزائر العاصمة،
وطلعنا حتى يعني تقريبا المرادية، مشينا حتى نلحقوا العائلات للبريمير الديرني رونبوان قبل المرادية. الجمعة هذيك كانوا كاينين شعارات يعني حقيقية سياسية، حقيقة شعارات سياسية، مطالب واضحة لا غبار عليها. بالفعل كانت متوقعة بالنسبة لنا كباحثين، وتصورنا ذلك أن حالة الاحتقان وحالة الاغتراب السياسي التي عاشها المجتمع الجزائري سوف تصله إلى هذه النتيجة، بأن يفرض منطق جديد وأعطى تصور جديد لجزائر جديدة حقيقية، وأسس لبنائها بطريقة تؤكد حقيقة على تلاحم الشعب الجزائري مع بعضه البعض. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه. يعني كانت هبة كما قلت آنفا مميزة جدا بسلميتها بقوتها بوجودها، كل فئات المجتمع الجزائري كانت موجودة، بشبابه بشيوخ النساء. في هوا في هوا هل خروج الشعب الجزائري في تلك الفترة في هذا الحراك الشعبي هو من أنقذ الجزائر، هو من أنقذ المؤسسات الدستورية، هو من جنب الجزائر الكثير من المآلات السوداوية التي كان يمكن أن تحصل لا قدر الله. الشعب الجزائري قدم نموذجا جديدا من الحراك السلمي وكذلك الحضاري، ومن حراك كذلك يهدف إلى الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية. موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي. هو حراك سلمي أسس لثورة ديمقراطية ناعمة ارتبطت بسلمية الفرد الجزائري وبمستوى المدنية العالية التي وصلها الفرد الجزائري. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوا في هوا. هذه العفوية هي أول نقطة لنقطة قوة لهذا الحراك والسلمية. سالما منعما وبقي سلمي إلى آخر لحظة. سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك. لازم نفهم أن الحراك الشعبي لم يخرج ضد مؤسسات الدولة، ولم يخرج كذلك لإسقاط مفهوم الدولة، وإنما خرج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خرج لأجل التغيير البناء والإيجابي، لأجل مشروع بناء وليس لأجل مشاريع أخرى. أن الحراك الذي خرج كان يمثل الإرادة الشعبية، ولذلك الإرادة الشعبية كانت تحمل تلك العناوين الجميلة: جيش شعب خوا خوا، اعتقد
تعتقد أن المقاربة الأمنية الجزائرية في علاجها أو في إدارتها لحركة 22 فبراير 2019 يعني كان عقلانيا ناضجا جدا وحكيما، بدليل أنها حافظت على المواطنين الجزائريين، حافظت كذلك على سلمية هذا الحراك، كان فيه استجابة حمائية إن صح التعبير لحماية الشعب الجزائري. أعتقد أن الكل يجمع على أن الشرطة في الجزائر لم تكن شرطة قمع، ولكن أصبحت وكأنها يعني تنظم وتسهر على هذه الخرجات الأسبوعية للمواطنين في هذا الحراك. يعني أعتقد أن الحس العالي والهدوء العالي الذي يعني تعاملت به الشرطة في الجزائر ومختلف مصالح الأمن مع ما يحصل أسبوعيا، يعني ذلك الضغط الذي تحملته يعني مصالح الأمن، الضغط الأسبوعي ساهم بقسط كبير في الحفاظ على هذه السلمية. كانت هناك محاولات من طرف أطراف مدسوسة، الجميع كان يعلم أنها كانت تعمل على استفزاز مصالح الأمن من أجل الدفع بالأمور إلى التعفن أو إلى المواجهة، ولكن هذا السيناريو تم إجهاضه إن من طرف مصالح الأمن الجزائرية ومن طرف الشعب الجزائري كذلك الذي خرج في هذه المسيرة السلمية. مقاربة إدارة الحشود هي مهمة، وهنا دائما نعود إلى المؤسسات الأمنية وإلى الأجهزة النظامية التي جسدت هذه المقاربة المهمة جدا في إدارة الحشود بطريقة ديمقراطية، سواء من خلال المقاربة الشرطية أو المقاربة الأمنية التي أعطت تصور جديد وتصور مهم جدا في كيفية التعامل مع المواطن. الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن، سواء من طرف المواطن العادي أو من طرف هذا المواطن الذي لا يفصله عن المواطن العادي إلا البزة العسكرية والقبعة فقط في آخر المطاف، هذا العسكري وهذا الشرطي هو كذلك مواطن حريص على سلامة هذا الوطن وحريص على مستقبل أولاده على مستقبل عائلته. وبالتالي أعتقد أن المشاهد التي تبقى خالدة في هذا الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر، يعني في حتى ربما الاحتفال في بعض أمسيات الحراك بين من طرف أعوان الشرطة الذين كانوا يطلقون النار في الهواء احتفال بمرور يوم آخر دون حصول مواجهات، دون إراقة قطرة دم واحدة. وبالتالي أعتقد أن هذه المرافقة الأمنية من طرف مصالح الأمن المختلفة، من طرف الجيش الوطني الشعبي الذي حارص من خلال الخطابات المتكررة على ضرورة الحفاظ على سلمية هذا الحراك وضرورة مرافقة ودعم الشعب الجزائري في مطالبه المشروعة التي لا يمكن أن ترد. استقالة الرئيس السابق كانت منتظرة أكثر منها متوقعة، خاصة بعد تلاحم الجيش والشعب. لم يكن هناك سيناريو ما غير رحيل الرئيس السابق، سواء بالاستقالة أو إثبات عجزه، تبقى شكليات قانونية ودستورية، لكن رحيله كان ضرورة. الاستقالة في حد ذاتها تحمل ربما دلالات سياسية سمحت بعدم ضرب ذلك التوافق الذي كان موجود، وبالتالي أعتقد أن خروج الرئيس عبر الاستقالة كان منفذا مشرفا للحراك وللجزائر. السلام عليكم، مرحبا علينا، هذه سيتي فيكتوار تاع لو بوبل، ماشي تاع المعارضه، تاع لو بوبل.
في هذه اللحظة بالذات استدراك بناء جسور الثقة بين السلطة السياسية والشعب الجزائري من خلال التأصيل لبناء مؤسسات حقيقي. أنا اعتقادي بأنه هنا نحن في مفترق طرق، أن الشعب الجزائري وصل إلى تحقيق ما كان يسعى إليه وما كان يريد، وهو أن ينهي سيناريو الخامسة، وكذلك أن يفعل مواد الدستور، ومن خلالها أن يتوجه إلى استكمال المسار الدستوري في سياق الطبيعي والمنطقي، وهو التوجه إلى انتخابات رئاسية. لكن من ناحية ثانية كانت هنالك محاولات لاختراق الحراك ولتحويل الحراك على المسار الحقيقي ولإدخال مصطلحات شعارات غريبة تماما عن الإرادة الشعبية أو حتى كذلك على التقاليد المجتمع الجزائري. ولذلك رأينا بأن الحراك كان في أسابيع الأولى محدد وواضح الأهداف، لكن بعد ذلك رأينا محاولات للاختراق، محاولات لتحويل، محاولات لزرع الفتنة داخل الحراك، محاولات لتحويل الحراك من حراك حضاري سلمي إلى حراك قد يشوبه نوع من العنف والإقصاء. ولذلك رأينا تلك الشعارات التي تدعو إلى الفتنة، وشعارات التي تدعو إلى التفرقة، وشعارات التي تدعو إلى التمييز، ورأينا بروز خطابات التي تتسم بالكراهية، تتسم كذلك بالفوارق، وتتسم كذلك بالتمييز ما بين مكونات الشعب الجزائري الذي هي مكونات واحدة. المجاهد الأخضر بورقع رحمة الله عليه يعني تشرفت وأصبح يعني جزءا كل الفترة التي عشت فيها مع المرحوم كانت يعني جزءا من حياتي ولا يمكن أن أمحيها، ولكن تبقى دائما بارزة في حياتي وفي مساري. كنت مقربا جدا من هذا الرجل قبل أن يدخل إلى سجنه وبعد خروجه كذلك، والذي بطبيعة الحال استطاع أن يلخص في كلمة واحدة الحراك، وقال بأن الحراك فكرة والفكرة لا تموت. الحراك يعني ليست مسيرات وليست تظاهرات فقط، وإنما الحراك هو ممارسة يومية، هي أفكار لابد أن تجسد على الواقع. نظرة أخرى والتي كان يتبناها المجاهد الأخضر بورقعة أنه يقول أنه يمكن أن يكون التغيير، ولكن التغيير داخل النظام. نحن عمدنا مباشرة بعد وفاة الرجل إلى تأسيس مؤسسة الأخضر بورقعة للفكر والعمل الإنساني، وهي مؤسسة معتمدة ورسمية. يوم الشهيد، وما أدراك ما الشهيد؟ ضحوا بالنفس والنفيس واستشهدوا لأن أعيش، وضحوا بكل ما لديهم بعائلاتهم وأرواحهم حتى تعيش الجزائر مستقلة تسير من طرف أبنائها. وهو درس اليوم لما نرى أن بعض الجزائريين
بثمن بخيص يريدون بيع وشراء في هذا الوطن المفدى. أنا لما درست الربيع العربي ودرست البلدان اللي صرا فيه هذه الثورات، يعني فيهم قاسم مشترك. هو القاسم المشترك أنه فيه منظمات اللي هي كانت ممونة من طرف، يعني منظمات ما يسمى منظمات غير حكومية، وهي في الحقيقة حكومية، اللي كانت تكون هذا الشبان، هذا النشطاء، ما يسمى بالسيبر اكتيفيست ولا النشطاء السيبرياليين، كانت تمونهم يعني سنوات قبل، يعني منظمات معروفة في التصدير الديمقراطية، ما يسمى بالتصدير بين قوسين يصدروا الديمقراطية لبلدان مستهدفة. فالجزائر يعني هي البلد اللي يعني مستهدفة من قديم الزمن، مش من اليوم. يعني لازم نعرفوا باللي اكبر بلد في افريقيا يعني بالموقع الجيوستراتيجي نتاعو، بالثروات اللي عندها، مستحيل 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 انه الجزائر ما تكونش مستهدفه. شو باش تفهم حاجه، كتاب تاعي الاول كتبته في 2011 كان عاد قدافي ما طاحش، يعني عاد سوريا ما تهدمتش، يعني وعد سوريا ما تهدمش، وقلت لهم هذه ما غاديش توصل للحاجة مليحة يعني. والناس يعني هاجموني كثير الناس، لكن كي شافوا سوريا قالوا بسعادة إلى ريزون. الثورات الملونة في 2000 بدأت في صربيا. في صربيا كانت مجموعة من الطلبة يعني كونوا منظمة اسمها أوتبور. هذه المنظمة أوتبور هذه معروفة، اشتغلت كتير مع اللي هو المنظر للنظرية العنف اللي هو جين شارب. وهذه المنظمة أوتبور هذه اشتغلت مع المنظمات اللي تكلمت عليها من قبل، هي لاند ناشونال اندومنت فور ديموكراسي، فريدم هاوس، اوبن سوسايتي تاع جورج سوروس. هذو كلهم كانوا يمونوهم ويكونوهم لكي يسقطوا النظام اللي كان هناك. طلب هذو اللي كونوا أوتبور من بعد يعني تلقوا تموين كبير من المنظمات الأمريكية، ويعني وكونوا مدرسة اسمها الكانفاس، يكون النشطاء على تغيير النظام. ومن بعد هادو نفسهم بوبوفيتش يعني كان اشتغل يعني بصفة دقيقة ويعني متقاربة مع النشطاء. ومن بعد يعني حوادث 2001 والوورلد تريد سنتر وكله، يعني الولايات المتحدة اتجهت نظر تاعها إلى البلدان العربية. Good afternoon. Now let me move to another place. It's selection of strategies and tactics. There are certain rules in nonviolent struggle you may follow. First, you start small. Second, you pick the battles you can win. It's only 200 of us in this room. We won't call for the march of million, but what if we organize spraying graffiti throughout the night all over Krakow city? The city will know. So we pick the tactics which accommodates to the event, especially this thing we call the small tactics of dispersion. They're very useful in a violent oppression. We are actually witnessing the picture of one of the best tactics ever used. It was on Tahrir Square, where international community was constantly frightened that, you know, the Islamists will overtake the revolution. What they've organized, Christians protecting Muslims while they are praying, Coptic wedding cheered by thousands of Muslims. The world has just changed the picture, but somebody was thinking about this previously.
هذا ما يسمى بالربيع العربي، وأنا ما نسميه الخراب العربي، كان ليه يعني للأسف يعني أثر فاسد للدول العربية. الشعوب العربية لازم تعيش في ديمقراطية، لازم تعيش في يعني في نزاهة، لازم تعيش في حرية التعبير، لازم يكون عندنا احنا قريب، احنا قراب لأوروبا ولكن بعاد عليهم كثير من ناحية النظام السياسي يعني والاجتماعي. فلازم نفهم انه ما جرى في الربيع العربي ما عندوش علاقة بالديمقراطية، ما عندوش علاقة. هذا التغيير الأنظمة تغيير سياسي لأجندات معروفة لتحطيم الدول، يعني الدول ترجع مئات وعشرات السنين إلى الوراء، يعني للتحكم فيها وتحكم في ثرواتها وما إلى ذلك. احنا يعني لازم الناس تفهم بلي اصلا انا مانيش ضد الحراك وضد التدهورات حتى في كل البلدان العربية، انا ضد ركوب الموجة لاجندات اجنبية. مش ممكن بلاد تتغير لو يكون فيه تدخل اجنبي، مش ممكن. والامثلة اللي شفناها في سوريا، شفناها في ليبيا، شفناها في اليمن، يعني شفنا كيفاش الدمار اللي صرا يعني. والحمد لله للآن السلمية السائدة عندنا في الجزائر. الرحمن الرحيم. ها هي قد انتهت الانتخابات وحان وقت العمل بلا تهميش ولا إقصاء وللم الشمل دون أي نزعة للانتقام كما يروج لها هنا وهناك. أتوجه مباشرة للحراك، الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك، أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط. الخطاب التاريخي الذي ألقاه السيد عبد المجيد تبون يوم الجمعة الموافق لـ 13 من ديسمبر سنة 2019، كونه مترشح فائز آنذاك، والذي أكد على التمسك بشعارات الحراك وبمطالب الحراك وبأنه رئيس منتخب وفائز بطريقة ديمقراطية وطريقة نزيهة في آخر انتخابات رئاسية، أكد على ضرورة أن يتمسك بالمطالب الشعبية وأن يمد يديه لكل الشعب الجزائري من أجل تحقيق هذه المطالب ومن أجل أيضا قيام جزائر جديدة، بحيث كان شعاره في حملة انتخابية هو الجزائر الجديدة، والتي ركز من خلالها على 54 التزام من بينها الإصلاحات السياسية العميقة التي سوف تمس كل جوانب الحياة في الجزائر. أعتقد أن المطالب أو مخلفات فترة طويلة، أعتقد أنها لا يمكن حلها في سنة أو سنتين. أتصور أن تحقيق مطالب الشعب الجزائري، تحقيق مطالب الحراك الشارع الجزائري أو الحراك الجزائري، يحتاج ربما إلى فترة أطول للقضاء على تراكمات عقود طويلة من أجل التوجه إلى الإصلاح، إلى تحقيق أكبر قدر من المطالب المشروعة للشعب الجزائري، سواء تعلق الأمر بمطالب سياسية، مطالب اجتماعية، مطالب اقتصادية. أعتقد أن البوادي الأولى أو البواكير الأولى لتحقيق هذه المطالب بدأت تظهر. أولا لا ننسى بأن الوصول إلى الانتخابات الرئاسية كان بمجموعة من الضمانات، كانت من بين هذه الضمانات إنشاء السلطة المستقلة، وهذا كان في حد ذاته نقلة نوعية واستجابة لعديد من المطالب التي كانت لسنوات
والنقطة الثانية كذلك أن مسار الانتخابات كان شفافاً وكان واضحاً للجميع. ومن النقطة الثالثة كذلك أنه بمجرد وصول رئيس الجمهورية ومن خلال تعهداته 54 التي كانت مبنية على ماذا؟ أن كانت تحاكي ما كان ينادي به الشعب الجزائري في كل خرجاته. النقطة الثانية أنه في خطاب لأداء اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية يوم 19 ديسمبر كان خطابا اعتبرناه بأنه ورقة طريق قابلة للتنفيذ، لأنها كانت ورقة واقعية، لأنها انطلقت من إرادة الشعب الجزائري وخاطبت تلك الإرادة. بمعنى أنه خطابه كان ماذا؟ كان ينطلق مما خرج لأجله الحراك. هو ما تجاوزش الحراك الشعبي في خطابه، وكان قادر يدير خطاب تقليدي كلاسيكي مثل بقية الرؤساء يشكر فيه الجميع من انتخبه وانتهى الأمر، لكنه يعني دار أمور جديدة من خلال الخطاب الأول أداء اليمين الدستورية، وحتى بعد إعلان النتائج في الندوة الصحفية واتخذ جملة من القرارات مثل إلغاء الفخامة. هو الأمر قد يبدو بسيط ورمزي لكن يعتبر تاريخي. نبلغكم رسميا بأنني مضيت المرسوم اللي يجعل من 22 يوم وطني، وسميناه اليوم الوطني لاتحام الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية. هذا هو العنوان تعالى، ودخل ينشر في الجريدة الرسمية ونبدأ نحتفل بها سنويا إن شاء الله. وحقيقة لما قلت حراك مبارك، حراك مبارك بدون ما نزيد ندخل في التفاصيل أحمال البلاد. فتحنا عدة ورشات، ربما ما كان لاش نسردها كلها، ولكن أكبرها هو بداية العهدة بتغيير الأساليب وتغيير السلوك. ثانيا التكفل أحسن الاجتماعي، وبالأخص التكفل بكل الجزائريين اللي كانوا محرومين لمدة سنوات وسنوات، ولا واحد كان يدافع عليهم ولا واحد كان يذكرهم. رغم الصعوبات المالية، رغم انخفاض البترول، رغم الجائحة، ولكن مادام عارفين وحاسين بالمعاناة نتاع ذوي الدخل الضعيف، خذيت قرار اللي ما اتخذش منذ سنوات، وهو رفع الحد الأدنى للأجور، رجعته بزوج ملايين. كنت التزمت في الحملة الانتخابية أنني نعفي من الضرائب كل ما من عنده يخلص 3 ملايين أو أقل، ودرناها. المواطن ما راهش طالب المعجزة، حل المشاكل نتاعو. مين المواطن راه يشوف، والله عز وجل راه يشوف. كيفاش نبقى في تصرفات كما هذه اليوم وحنا نتكلم عن الجزائر الجديدة؟ نعم، هي من ضمن الاستجابات لمطالب الحراك. نقدر نقول لك أنه من قبل الإعلان تاع رئيس الجمهورية كان تكلم أولا على مناطق الظل، المناطق المعزولة. بدينا العمل من أجل هذه المناطق، مناطق الظل، مناطق معزولة وين فيها فقر كبير وين فيها مشكل يعني في المجتمع كذلك، حتى في العمل، في المدخول، في كل شيء. دونك هذا الإعلان الرئاسي جاء باش يأكد على الرغبة الحقيقية أن نكملوا في هذا المسار لخدمة المجتمع. المجتمع هذا اللي راوي سفري شوية، يعني راوي سفري مشاعر شوية بزاف، ما كانش خدمة، ما كانش مدخول كافي. دونك لازم تكون فيه عمل جديد باش نساعدوهم باش يقدر تكون عندهم يعني نمط معيشة بكرامة.
يوضعوا له العداد نتاع الماء، وعلى اساس في الكاميرا خلاص طبقنا التعليمات تاع الرئاسه وتاع الوزير الاول وتاع وزير الداخليه، وزودناه بالماء في مناطق الظل. مجرد ما تختفي الكاميرا ينحيوا الكونتر ويحبسوا الماء ويروحوا لديارهم. وين راكم الساده الولات؟ وين راكم الساده المسؤولين اللي تشرفوا على القطاعات هذه؟ المعركه المؤسساتيه اللي خدناها، خدنا معركه مع بعض تاع تغيير النصوص، وتغيير النصوص تغيير المؤسسات، تغيير يعني بصفه عامه، مثل ما كان يطالب به حراك المبارك الاصيل تاع 22 فبراير 2019. احنا فهمنا بعضنا بعض بان التغيير الجذري ما يجي الا بقوانين ومؤسسات جديده، مش مجرد ان نغير شخص عن عرضني غيرت. لما السلوك والتصرفات تتغير والمؤسسات تصبح مؤسسات معترف بها لا غبار عليها لا تشكيك فيها، هذاك هو النهدك، هو الشيء اللي كان طالبه الحراك المبارك. طلقنا في مراجعة الدستور، دمجنا في الدستور كل ما طالب به الحراك. الالتزامات التي جاءت ليس في هذا الباب وحسب، بل هناك مشروع إعادة النظر في العمق وفي العرض وفي الطول لكل الترسانة القانونية التي الهدف منها ضبط السلوك السياسي في كل المجالات، هذا من جهة، لكن أخلقت الحياة العامة والحياة السياسية، ومن جهة أخرى من منطلق آخر أنه ربما هذه الضوابط تدخل في إطار تحديد العهودات أو غير ذلك، هي أننا تجعلنا في احترامنا للقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، الغاية منه هي الاحترام بين الأفراد المواطن، ووضع هذه الجدلية القائمة في طبيعة الحريات العامة والخاصة في إطارها الحقيقي، أين الجميع يكون محترما لحقوق الآخرين. ومن هذا المنطلق أسميه ديكتاتورية القانون، التي تضمن الممارسات اليومية والحريات للجميع. والمجتمع المدني الآن فرصة للجزائريين أن يتهيكلوا، أن يضعوا الخلافات جانبا، أن يبنوا مجتمع جزائري يعني قوي متماسك من خلال تفعيل يعني دور الجمعيات، دور الأحزاب السياسية، أنهم يتفاعلوا فيما بينهم ليحدثوا هذه النقلة، لكي يكون مجتمع مدني متماسك يشارك في رسم سياسات الدولة الجزائرية. طرقنا من خلال إطارات نزيهة في تنظيم المجتمع المدني وإعطاء الكلمة للمجتمع المدني حتى يكون فعال ويكون جزء لا يتجزأ من الدولة، وأمور الحمد لله مشات، ونزيدوا نواصلوا. إذا المجتمع المدني يعلو صوته إن شاء الله اليوم ومستقبلا، بينما كان مهمش، كانوا يطلبوا منه التبعية وخلاص.
لابد من التفكير في إيجاد فضاءات مثل هذه الفضاءات للشباب الجزائري الذي يمثل أكثر من 70 ولا أكثر من 80% من الشباب الجزائري. لابد يشارك في هذه الفضاءات، وحتى لابد أن يشارك في الفضاءات التمثيلية والمتمثلة في الانتخابات سواء محلية ولا تشريعية الأخري. لابد أن يشارك هؤلاء الشباب ونعطي لهم الفرصة ونبني لهم أرضية من أجل انطلاق صحيح من أجل ممارسة سياسية والممارسة الاجتماعية وممارسة في الأعمال التشاورية إلى آخره. المجلس الأعلى للشباب كان موجود من عدة سنوات لكنه كان مجمد، عمرنا ما شفنا فعالية حقيقية. اليوم رئيس الجمهورية بخطابه يعني أعنى أنه هذا المجلس راح يتفتح راح يخدم وبطريقة فعالة. ثاني حاجة إيجابية للمجلس الأعلى للشباب هي طريقة أنه الحكومة، أنه السياسيين، أنه المسؤولين في الجزائر كذلك يمدوا الفلامبو للشباب، بس صحيح أن عندنا شباب واعي وقاري ومسيس وفاهم، لكن تخصنا كمام الإكسبرينس منين تجينا؟ تجينا من الكبار باش يمدوا لنا هذاك الفلامبو. هذا المجلس الأعلى للشباب يعني نظن أنها مش غير حاجة إيجابية، هذه مستقبل للجزائر. قررت باش نحل مجلس الشعب الوطني الحالي وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص حل البرلمان، التعديل الحكومي، وكذا الإعفاء عن المساجين، هذا أهم شيء الذي يدخل في إطار بما يسمى بالديمقراطية التشاركية. أين القرار؟ كان قرارا جماعيا كوليجال ما بين الشعب في مطالبه ورئيس الجمهورية في مسايرته في صناعة القرار لمطالب الشعب. إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل، أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تعفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد، حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي، وناس أخرين لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات. المجموع بين 55 و60 فرد، إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلتي. لفتة إنسانية وتقول شيء من الحكمة، شيء من الحكمة، وهذه الأشياء اللي ما كانت عندنا قبل 22 فيه. سمعت التصريح تاع رئيس الجمهورية هي أن الجزائر في مسار نحو حرية التعبير وحرية الرأي السياسي كدولة متقدمة ومتطورة وخاصة كجمهورية ديمقراطية. يعني أنا هذه استقبلتها يعني بطريقة إيجابية بفرح وخاصة بتفاؤل لمستقبل أحسن إن شاء الله. نقدر نقول لك لو سمحت كطبيبة أولا، كذلك كعضو في الجمعية الوطنية للعمل التطوعي اللي عملنا كثير مع هذا الوباء منذ شهر مارس، وكذلك كرئيسة لجنة الصحة الوطنية
للحقوق الإنسان الجزائرية للأستاذ كمال معاش، وكذلك يعني كان فيه عمل كبير كبير جدا منذ شهر مارس مع بالطبع مع الدولة الجزائرية ضد وباء الكورونا. الحاجة المهمة اللي لازم نقولوها فيما يخص وباء الكورونا هو كذلك دور المجتمع المدني ودور الجمعيات، هما اللي ساعدوا يعني بطريقة كبيرة باش يقدر يكون فيه عمل للتوعية بالخصوص. التوعية كان لازم تروح عند الناس، لازم تروح تشوف في الديار، لازم تروح تشوف في الحومات في البلديات، تهضر معهم ديريكتومون باش يامنوا باللي حقيقة هناك وباء. يعني كانت فيه صعوبات في الأول، كنا أمام أغلبية من الشعب كانت ترفض هذا الوباء، حتى من وصلنا للموجة تاع شهر جوان وجويلية اللي قاست يعني ولايات كثيرة بالخصوص في الجنوب وفي الشرق، وين شافوا حقيقة أنه فيه موتى فيه مرضى بزاف، باش بداو الشعب يتقبل هذه الوضعية. يعني كان فيه عمل، كان فيه عمل كذلك في المساعدة، مساعدة الطاقم الطبي، مساعدة الجيش الأبيض، وكذلك من طرف المجتمع المدني وين الجمعيات كنا نوزعوا الكمامات ووسائل الوقاية حتى للشعب. هذه حاجة مليحة، يعني حاجة إيجابية، لأنه لازم أن الشعب الجزائري يفهم أن اللقاح كيكون لقاح العالم بأكمله يطالب بهذا اللقاح، يعني الكرة الأرضية. غير ممكن أنه يكون 5 ولا 6 لابوغاتوار راح يخدموا في شهر كل دول العالم. دجا احنا كي دخلنا في شهر فيفريي هذه خطوة أولى، لأنه هناك دول في أوروبا ومازال ما دخل لهمش اللقاح، هناك دول في آسيا مازال ما دخل لهمش اللقاح. هذه خطوة أولى كي قلنا أنه رايحين نبدأ نديروا نخدموا اللقاح في الجزائر. لماذا؟ ماهيش قضية نخدموا باش نقولوا رانا نخدموا، لا، هذه ستون سيكوريتي للجزائر وكذلك لإفريقيا، لأن الجزائر يعني تقعد وطن أساسي وعنده دي باز في إفريقيا، رايحين نخدموا للجزائر ولباقي الدول الإفريقية. نشعر بنوع من الارتياح، لأن احنا منذ أن تطرقنا، منذ أن برز من جديد صوت الجزائر في المحافل الدولية والدبلوماسية أصبحت أكثر نشاط. عودة الدبلوماسية الجزائرية كان لها وقعين، أولا إعادة التوازنات في الإقليم المباشر، إعادة تفعيل الدور الجزائري في القارة الإفريقية، لكن أهم دور الذي تلعبه الجزائر وهي مساعدة الدول في تجاوز الأزمات التي تعرفها على غرار خريطة طريق الجزائر 2015 في مالي ومسار تمرست 2010، بالإضافة إلى خارطة الطريق التي تقوم على تقريب وجهات النظر الفرقاء الليبيين والذين توصلوا مؤخرا إلى اتفاق يقضي بوجود حكومة انتقالية ستمهد إلى انتخابات رئاسية ربما تعيد ليبيا إلى مصف المجتمع الدولي في ظل في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار. كذلك عودة القضية الصحراوية بعد الاعتداء السافل على منطقة القرقيرات. الـ 22 فيفريي هو عبارة عن مقياس حراري لمدى استجابة السلطة السياسية لمطالب الشعب. إذن في اعتقادي يبقى بعد مرجعية أول نوفمبر 54 الذي كان حدثا فاصلا لفترة الاستعمار، فأعتقد 22 فيفريي هو حدثا فاصلا
للطغيان السياسي والفساد الذي كان سائدا نحو مرحلة جديدة للمشاركة السياسية، للتداول السلمي على السلطة، لبعث سياسي قوامه الكفاءة والأيادي النظيفة. الحمد لله أنه تجاوزنا هذه الخطوات، يعني خلينا حتى لو كان بأعجوبة، لكن نجحنا في تحقيق المهم وعدم تشبيهنا بأي حراك أو ثورة يعني سبقت الحراك الشعبي الجزائري. نحن يعني نرى أنه لا يمكن أن نسير في مسار إذا لم يكن فيه مؤسسات شرعية، إذا لم يكن فيها إشراك للشعب الجزائري بمختلف أطيافه وكذلك بمكوناته الحزبية والمجتمع المدني، يعني كل الأفكار لابد أن تشارك في عملية بناء الجزائر. فيما يخص الذكرى الثانية لـ 22 فبراير 2019 اللي خرجت لخدمة الوطن، لخدمة الشعب الجزائري، ولتغيير كل التسييرات اللي ما كانتش مليحة مدة سنوات وما كانتش لمصلحة الوطن. لما خرج الشعب في الحراك يعني برهن على كان عنده وعي بالمشاكل اللي كاينة في البلاد. لازم الشعب الآن يكون عنده وعي، يفهم باللي لو رحنا في الطريق المسدود ممكن نخربوا بلادنا. المتآمرين من دول خارجية أن قبل ما يصطدموا بالسلطة وبالأمن ومؤسسة الجيش راح يصطدموا بالشعب والشباب، وسنكون لهم بالمرصاد أينما كان ومتى كان. سنكون نحن هنا وسيكون أبناؤنا وأخواننا هنا. يعني الجزائر خط أحمر، ومن يريد يعني حقيقة أن يمس بمصلحة الدولة كدولة بشعبها ومؤسساتها وحدودها سنكون له بالمرصاد.